اليوم أيضاً الساحة الكروية الجزائرية ودعت أسطورة نادي شبيبة القبائل والكرة الجزائرية، واحد من أبرز الوجوه الكروية التي قدمت الكثير للجياسكا على امتداد سنوات وسنوات. اللاعب الدولي الجزائري السابق ونجم نادي شبيبة القبائل في فترة الثمانينيات صالح العرباس توفي اليوم عن عمر ناهز 71 سنة. كان حالة حزن كبيرة عند أنصار شبيبة القبائل، حتى الأجيال الجديدة التي لم تعرف صالح العرباس وكيف يلعب صالح العرباس، ولكن كانوا يعرفون بأنه هذا الرجل أسطورة منح لجياسكا معظم سنوات حياته. يعني هؤلاء اللاعبين كانوا يبقون في أنديتهم أكثر مما يعيشون لعائلاتهم وأحلامهم الشخصية. الاتحاد الجزائري لكرة القدم على لسان وليد صادي قدم رسالة تعزية لعائلة الفقيد صالح العرباس، وأيضا كان هنالك تعزية من طرف وزارة الشباب والرياضة الجزائرية. نذكركم باللي صالح العرباس للأسف يعني في الأشهر الخمسة الأخيرة ربما عانى من التهميش، كان في مستشفى تيزي وزو، وحسب أصدقائه والمقربين منه لا أحد كان يلتفت إليه. يعني الجياسكا من المفروض أنها تنتبه لأبنائها القدامى الذين منحوا حياتهم، خصوصا أنه كان عنده أيضا مأساة شخصية، توفي ابنه رحمهما الله الآن في زوج. على المستوى الرياضي صالح العرباس كان في سنة 82 مع المنتخب الجزائري لمثل الألوان الوطنية في إسبانيا، ارتدى قميص الخضر 46 مباراة ودية، شارك في الألعاب الأولمبية في موسكو. بصح لأكثر معلومات معايا الإعلامي الرياضي يزيد وهيب حتى نتحدث عن هذا الفقدان وعن هذا الرحيل. سيد يزيد وهيب مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قضاء. طيب صالح العرباس ربما أنصار الجياسكا يعرفوه الجيل تاع الثمانينيات، ولكن الفقدان تاعو تاع اليوم هو بمثابة انطفاء شمعة في منتخب 82 بما يمثله، هو في الجياسكا بما يمثله تاريخها أيضا يزيد. صح، نترحموا على روح الفقيد صالح العرباس. كما قلت أنت في المقدمة تاعك، إنسان متواضع خلوق، الناس قاع تحبوا، ما نعرفولوش واحد اللي كان يكون العداوة. صالح من الجيل تاع الإصلاح الرياضي، برص في هذوك السنوات كي كانت جياسكا في القمة تاع العطاء، كانت أحسن فريق في الجزائر، شارك معهم في الفوز تاع عدة ألقاب، بطولة وطنية، بعض مرات كانت كأس الجمهورية، فاز بكأس إفريقيا للأندية البطلة، أول كأس اللي ربحته جياسكا في 81 ظن في كينشاسا. كان يلعب في فريق الأحلام، لأن الناس يقولوا ساعات جياسكا جومبو جات. كان فريق الأحلام متكون من لاعبين بارزين ومنهم صالح الله يرحمه. كانت عنده واحد الشخصية متواضعة، كان يبرز على الإمكانيات تاعو كي يكون في الميدان. كان مدافع أيسر من جهة القوة الدفاعية، لبس بها متمكن، عنده بنية لبس بها ويعرف يلعب. يعني قادة تصور في ذاك الوقت في الكرة الجزائرية كان يتنافس على المنصب مع مصطفى كويسي، صح، مع مزياني غيل، ومن بعد جاء منصوري. شوف القيمة تاع اللاعبين اللي كانوا. هو عنده صالح دار قرابة بين 44 45 سيليكسيون، لعب واش نحنا ننساو، الذاكرة تنسى لأن نتفكروا غير اللي سجلوا الأهداف. صالح العرباس شارك في المقابلة التاريخية، مقابلة تاع القرن في ذاك الوقت، هي الجزائر مع ألمانيا في خيخون. دخل في نهاية المقابلة، خلف مصطفى ماجير مسجل هدف من الهدفين تاع الفريق الوطني، هو بلومي كانوا يسجلوا ضد ألمانيا في الدقائق الأخيرة. الطاقم الفني بقيادة محي الدين خلف، وكان السكان معاه،
وكان رشيد مخلوفي مدير التقني، هو محي الدين دار التغيير، خرج رمح ماجر في الدقيقتين الاخيرتين تاع المقابله باش كيفاش يقولوا يحصن الدفاع من الله. صالح العرباس ودخل في مكانه صالح العرباس. نعم ودخل صالح العرباس في مكان ماجر، دخل في مكان ماجر وشارك في الملحمه تاع كاس افريقيا للامم، المشاركه الثانيه تاع الفريق الوطني من بعد تاع 68، الجيل تاع الثمانينات هو شارك في كاس افريقيا للامم، لعب زوج ولا ثلاث مقابلات، ما لعبش النهائي وين انهزمنا 3-0، ولكن شارك في المقابلات تما، كان خلف لعب في ضد المغرب في الدور الاول وين الجزائر فاتت هدف صفر، هو كان خلف مصطفى كويسي، لعب كأساسي، ومن بعد في المقابلة ضد غينيا فوز على الفريق الوطني ب 3-2، ولعب ضد مصر في المقابلة الفاصلة تاع داروا 2-2 وين مصر كانت متفوزة 2-0، ومن بعد بن ميلودي الله يرحمه حسين لاعب القديم تاع شباب الوزداد سجل 2 وراحت ضربات ترجيحية، الفريق الوطني فاز ب 4-2. صالح لعب المقابله هذيك، لكن في النهائي ما لعبش في المقابله النهائيه، يعني كان عنده مثال نقول لك في هو بدا المره الاولى اللي مشى للفريق الوطني كانت في 74 ولا 75 وين تما كان حصل على تروا سيليكسيون، ولكن في 1930 1980 وين الفريق الوطني كان في القوه تاعو، صح الذروه كانت الفوق، كانت عنده 13 سيليكسيون، وسنه من بعد 81 تصفيات تاع كاس العالم وما يشبه دا 4 سيليكسيون 8 وفي 1982 كان عنده 21 سيليكسيون في 82 صحيح. وهذا وهذا طبعا زياده على شبيبه القبائل، هو هذا المنتخب الوطني شبيبه القبائل ربح معها بين 71 87 العديد من الالقاب على المستوى القاري، في الدوري هنا المحلي 8 القاب، نسختين من كاس الجزائر، كاس السوبر مره واحده، وفي 81 حصل على لقب كاس افريقيا الانديه البطله يا زيد بطله راحوا لعبوا في كينشاسا، جي اس كا فازت بالكاس اللي تما في كينشاسا، هو كان مع الفريق الفائز، يعني قلت لك جي اس كا في السنوات هذيك كانت فريق احنا نقولوا بالاحتراف ماد ان افريكا، جي اس كا كان نادي محترف، جي اس كا من نهار الفريق صعد للقسم الاول نظن في 67، انا ذاك المسيرين تاعو تحت اشراف المرحوم عبد القادر خالف كان عطى لهم واحد التنظيم تاع نادي محترف، يعني الفريق الاول صحيح وداروا هذاك السنوات بداوا يبانوا 73 نظن كانوا يتنافسوا على اللقب مع نصر حسين داي، وجي اف كات دات لو تيتر دو شامبيون دالجيري، وكان في انطلاقه قويه واحد مده 10 سنوات، يعني جي اف كات حاجه اللي تكون في اللعب يدوها.